Այսօրվա նյութը եկեղեցին հատկանիշներուն մասին է։ وعنوان موضوعنا اليوم هو خصائص الكنيسة. Եկեղեցին ծառայության ճաշտին մեջ զորանալու լավագույն օրինակները մեկը եկեղեցին համար եղած է Անդիոքի եկեղեցի օրինակը։ واحدة من أفضل الأمثلة للكنيسة اللي بدها تقوى بأرض الخدمة هي كنيسة أنطاكيا. يمكن بوربس يجيغتي شاد غاريفورة سوربوكين أي تسلوتنن يد كسكسات يجيغتي أوريناغا جيش تسيفو فورتك رنك. ونحن ككنيسة ضروري أنه نتبنى المثال الصحيح للكنيسة اللي اختبرت حلول الروح القدس. Երուսաղեմի եկեղեցի օրինակով մենք տեսանք ժողովրդին միջև միությունը, հավատքը եւ թե ինչպես իրենք Աստծո խոսքը ընդունած էին։ وبكنيسة أورشليم شفنا وحدة المؤمنين فيها إيمانهم وكيف استقبلوا عمل الروح القدس وكلمة الله. Եվ Անդիոքի եկեղեցին մեջ կտեսնենք ուրիշ կարևոր հատկանիշներ։ وأما بكنيسة أنطاكيا بنشوف خصائص ثانية أو أخرى كمان مهمة. Առաջին դեպքում Անդիոքի եկեղեցին ներս գտնվեր ամեն ինչ, որ պետք ուներ եկեղեցին ունենալ։ الكنيسة اللي بأنطاكيا كانت بتتضمن كل الخصائص أو كل الأمور اللي أي كنيسة لازم تكون عندها إياها. Եվ այդ եկեղեցին ծնավ հալածանքներու մեջ։ وهاي الكنيسة ولدت برحم الاضطهادات. Կորձարակելոս 11:20-ը գսե 19-ին գսե այն հավատացյալները, որոնք Ստեփանոսի սպանության հաջորդած հալածանքին պատճառով զանազան գողմեր ծրված էին, հասան մինչև Փյունիկե, Կիպրոս եւ Անդիոք եւ հրյաներեն թուրս ուրիշ ոչ ոքի գխոսեին Քրիստոսի մասին։ بأعمال الرسل 11:19 بيقول أما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس اجتازوا إلى فينيقيا وقبرص وأنطاكيا وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط. كيدك تشي يروساغمي يغيغتين مك فيجاغن إراسيغا ور تراغان تشير. وبتعرفوا أنه هيدا وحدة من الأشياء السلبية اللي كانت موجودة بكنيسة أورشليم. يف دسيك بايت كساني رور تاماري ميتينش كسي ساقاين أنونس مي ومانك որոնք գիբրացի եւ գիրենացի էին, երբ Անդիոք հասան, սկսան հեթանոսներուն ալ խոսիլ դեր Հիսուսը ավետարանելով. ولكن شوفوا شو بيقولوا بالآية 20 بيقول ولكن كان منهم قوم وهم رجال قبرصيون وقيروانيون الذين لما دخلوا أنطاكيا كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع. Այդ մարդիկը, որոնք հալածանքներու զոհ եղած են, հալաշխաս اللي هن كانوا ضحيه الاضطهادات, եւ իրենց հավատարմությունը բահելով այդ չարչարանքներու միջոցով ցերկ բերած են փորձառություն, واللي حافظوا بامانه على ايمانهم واكتسبوا خبره بالالام اللي مرقوا فيها. Ճիշտ աշակերտներուն բես երբ ձեծ կերան դուրս ելան գուրախանային, որ Հիսուսի համար ձեց կերան. كانوا بالضبط مثل التلميذان اللي من بعد ما اكلوا قتلك وطلعوا من المجمع وهن مبسوطين لانه اكلوا قتلك كرمال المسيح. Որովհետև զգացին, որ դերոջ կողմը սվածը թե ինձի համար պիտի հալածվիկ եւ պիտի ձեցվիկ, այդ մեկը գդարվեցավ. لانه حسوا انه اللي قال لهم يا الرب يسوع انه انتم رح تضطهدوا رح تنضربوا لاجلي عم بيتحقق بحياتهم. دير يسوسين գողմե սվածին ուրախությունը ավելի զորավոր էր իրենց մեջ, քան այդ ձեզին ցավը. ففرح تحقيق كلام يسوع بحياتهم كان اقوى بكثير من وجع الضرب. Այսօր հավատացյալները ընդհանրապես կնկատեն հալածանքներին փախչող մարդիկ են։ واليوم نشوف انه المؤمنين عاده بيتهربوا او بيهربوا من الاضطهاد. Որովհետև դերոջ նկատմամբ գարկմ բաներ կա, որ ճիշտ կերպով հանցն առած չեն։ لانه في بعض الاشياء اللي هن مش اخذينها على عاتقهم بطريقه صحيحه تجاه الرب. بس بولورانونك որոնք այս հալածանքներուն մեջ չարչարանքներու մեջ փորձառություն կշահին, ولكن كل اللي بيكتسبوا خبرات ضمن الاضطهادات والالام اللي بيمرقوا فيها, օդարներուն խոսելու համար ավելի համարձակ կլան, بيكون عندهم جرأه اكثر حتى يتكلموا مع الغرباء. Իրեն սիրդերը գոդրված մարդիկ կլան, وبيكونوا اشخاص قلوبهم منكسره, այսինքն պատրաստ եւ գամեցող մարդիկ կլան, يعني بيكونوا اشخاص عندهم استعداد واشخاص عندهم قبول. Երբ Աստծո խոսքը իրենց բամը, ասե ինչքան էլ դժվար թվի,
وشو وقت اللي بتقول لهم كلمة الرب شيء وقد ما تكون صعبة أنك هجاروتشون تويتسكودان يفوتشتة مداهوكوتشون كنيرشن شوين بقبلوها بقبول ومش بهم وبهم نمان مارتيك مشاغويتي سامان نيرن تورسكيلن هالنوع من الاشخاص بيطلعوا خارج نطاق حدود سقفتهم يا واسيكا شات غاريفور ايفور يغيغيتسين جانشنا يا واسكنا وهيدا امر كثير مهم الكنيسه تفهمه جيدا جاماناك مغار انزي همار يغيغيتسين نيرس انغيروتيون لورج خنتيرر بوقت معين كانت هالصداقة أو الحياة الاجتماعية ضمن الكنيسة صارت مشكلة كبيرة بالنسبة لها. إن زيامر مداهو كتشونر وروي ديف جناي مارتي كيراروهت وراخن على بستورس يللو مارتو تصابدارانا كاروزلو ماسين نكشننر مورتسان. صارت هملة إلي لأنه بلشت لاحظ إنه هالمؤمنين بالكنيسة مبسوطين مع بعض عم بيقضوا وقت مع بعض وبطل همهم يطلعوا لبرا ويبشروا ويخبروا الناس اللي برا. أشينغن وراخن أيت بانم ورسول بوكين يعني مبسوطين من الشيء اللي الروح القدس عطاهم اياه اي لافس مديك تشنن ارسول بوكين تي انش كسي اي سور انشنن ولكن بطلوا يسمعوا شو الروح القدس عم بيقول لهم يعملوا اليوم اي تو راخوتيام بيرارو هيك خوسين جنن انش فور جنن وعم بيتعاطوا مع بعض ويحكوا مع بعض بهالفرح سور بوكين دفاتس وراخوتيام وراخوتشوم مغشينن ابرلو بايتس ديروتش سير دتشورا خانر فاخذين الفرح اللي عطاهم اياه الروح القدس وعم بيبنوا فرح من صنع ايديهم تيعيشوا فيه ولكن هالشيء ما عم بيفرح قلب الرب هذا هو بارشات غاريفور ور مين نغادي ارنينغ هالاتزانكنيرا تشارتشارانكنيرا بورتساروتشون شاهينغ فبالتالي ضروري انه نحن ناخذ على عاتقنا الاضطهادات وهالضيقات ونكتسب خبره منها يا مير سامانيرن تورسيلينغ مير وراخوتيان سامانيرن تورسيلينغ ونطلع خارج نطاق حدودنا او حدود فرحنا هانكيستي كوديان تورسيلينغ نطلع خارج نطاق راحتنا وريشنر سيريلو يا وريشنر نيرسنتونيلو لحتى نحب الاخرين وندعي الاخرين الى الداخل انش ديساغي اوزوتيونال اونيناس վերջավորության բիդի որ ցկե որ դուք իրարու հետ գրիվնեք եթե որ միշտ դուրս ելելով նոր մարդ չեք բերեր بغض النظر عن شو نوع المسحه اللي عندك اياها بحياتك بالنهايه رح تصير تتخانق مع المؤمنين الاخرين اذا ما كنت عم تظهر لبرا تجيب ناس جداد شادر գարձեն որ նեղությունն ու հալածանքը արքելք է مره كثار بفكروا انه الاضطهاد والضيق ممكن يكونوا مانع. ساموس تشورس ميجين ما تشي دفيالا قصي تافيد. ولكن داود بيقول بمزمور 4:1 التالي. غانشيلو ادين سينزي باداسخان دور اوف ام ارتاروتيان ساستواز. نيغوتيان ميج زيس انتارتساغيتسير وغورمي انزي ولسي ما غوتكس. عند دعائي استجب لي يا اله بري في الضيق رحبت لي تراءف علي واستمع لصلاتي. نغوتيان أدن داري إنش رير تافيتين. فأزم بوقت الضيق شو عمل الله مع داود؟ أن تارتساجر أزينك. رحب له. نغوتيون ور مزي قتفي ور قجاش كان تمزي. فالضيق اللي ببين لنا إنه عم بأيدنا. إذا كانوا تيام مش نغوتيان أدن داري قرنا أن تارتساجر مز. ولكن الحقيقة هي إنه بوقت الضيق الرب فيه يوسع تخومنا. قرنا سهرت سوم هرت سنلتون كذي يس نغوتيون قرال قصيرم. فيك تسأل هالسؤال لحالك أنا بحب أتحمل الضيق أشخار ديغ ما هصادزي ور مارتيك نيغوتيون غريل تشين سيرر العالم وصل لمحل إنه الناس بطلت بتحب تحمل أي ضيق أز أدنر قدسنم زويكير أموسناتسادزنر إيرارو تشين غرير أي لفس مرات بشوف أزواج متزوجين مع بعض وما بيتحملوا بعض حتى مارتيك ديغ مي يغادزن ور ززوادزن أشخاري هالا زانكنرن يف هده وابار غباردوين يف تشين غرنار كيتنال ور هوكي ورا بسيرنك إنش غرنانانل فالناس وصلوا لمحل إنه تعبانين من اضطهادات العالم فواصلين لمحل انه ما بقى مستعدين انه يتحملوا شيء ورمن يربيس ميغوم غخوسيم يف انك وريف ميك تسيفو وينزي غهالاتزي فبالتالي وقت انا بحكي مع حدا وهو بيضطهدني باي طريقه كانت غن شاناغي يس استوزو انز ميوزاتس كورز ري هيدا بيعني انه انا عملت العمل اللي الله اعطاني اياه ميانغ منا هيما ور يس بادراستم وريشين هالاتزانكي ووجه تيماكيتز دسنلوف هانترز
هوجاروتيون ونالو انلو وهلا بيبقى علي بس انه هل انا بعدني مستعد بالرغم من انه عم شوف ردة فعل فيها اضطهاد لإلي هل بعدني مستعد اني اعمل هالعمل يرغو دسا غوراخوتيونغا في نوعين من الفرح ميك غوراخوتيونا اينه ورتون غوراخ كسكاس وروفيديف وزادز درير الفرح الاول هو انك تنبسط لانه عملت اللي انت حابب تعمله ابو لاف ورا سمارتون هيت تشنستيت سايما مودس فيدي خانكار تقول خاي منيح اللي ما قعدت مع هالزلمه كان هلا معكر لي مزاجي يكرورد وراخوتشونا غا او في الفرح الثاني وردري انك غودا اللي هو بيجي من الرب اراتشين وراخوتشونا غا خيال بايمانرن الفرح الاول معتمد على الظروف يس يكرورد وراخوتشونا بايمانرن فيري دفوغن غا خيال اما الفرح الثاني هو فوق كل الظروف لانه بيعتمد على معطي الفرح يس غنا خندريم ديروج دواز وراخوتشونا ابريل انا بفضل عيش الفرح اللي الله بيعطيه الرب بيعطيه يريك يريك يقول ميريلا ينت خوسينغ امبارح بالليل كنا عم بحكي مع ميريلا قسمي قسيرن قبورتسم نور زراكيرنر تشنل شيناراروتيان غامباني فتشم هاتشوغير وكنت عم بقول انه عم جرب ما اعمل مشاريع جديده متعلقه بالبناء وهيك بس ما عم بنجح انش بور بورتسيتسي شو هاتشوغيتسا فيرتش تارتسا هاغاراغا ام زراكرادي سري قد ما كنت عم جرب اضبط حالي ما نجحت رجعت برامت وعملت ضد اللي انا كنت عم جربه نوينيس زراكيرنر فورونك اري نخ كان سكسيله قاروغوتيون ما تشونه يا هاتشوغيتسنلو وحتى في مشاريع انا عملتها قبل ما بلش فيها كان ما عندي القدره حتى نجحها بس هاتشوغيتساف بس نجحت بالاخر يس ايس بيسوف قدسنن ور ديره غوتشوميس ميتشوتساف غوزي اشخاديل وبهالطريقه انا بشوف انه الرب بده يشتغل من خلال دعوتي هذا بار سيرينر شات غاريفور ور مينك ديروتش تساينه لسيلوف كالينغ فبالتالي احب ضروري نمشي نحن وعم نسمع صوت الرب هون كيربن اغان اوكنوتشونغا وهونيك رح يكون في مساعده خارقه للطبيعه يكرورد جد نقطة تانية أنديوكي يجريتسين غوتشوي نبادغا أغواتس يجريتسيما كنيسة أنطاكيا كنيسة موجهة بالهدف نبادغا جيت موني عندها هدف هو كتشي ووتش مكبان ومش فرقانة مع شيء بدك هون هسني وبس بدها توصل له كيرازانسر يا غرافور يا نيوتاغان بولور مداهوكوتشونيرا اير نباداغا جيدا وكان هدفها بفوق كل الهموم والاهتمامات الارضيه والماديه ورمن دسك داسنمك سانيرغو كسانيركي ميتشينش كسيكور زاراكيلوتس شوفوا شو بيقول باعمال الرسل 11 22 ايس ماسين لورا حساب يروساغيمي يغيغيتسين يي بارناباس غرغيتسين انديوك فسمع الخبر عنهم في اذان الكنيسه التي في اورشليم فارسلوا برنابا اليهم ساير بيغاف يف دساف استوزو شنورك اوراخاتساف يف غهورتورير بولور نيروتيون ور امبوغتشان فير سردوف غابواتس منان ديروتش الذي لما اتى وراى نعمه الله فرح ووعظ الجميع ان يثبتوا في الرب بعزم القلب غتيلاترير ور امبوغتشان فير ديروتش زاراين كان عم بيوصيهم انه يخدموا الرب بعزم القلب يعني بكل تكريس شاروناك نباداغ ايرنس اتشكين ارشيف ونان هن ودائما حاطين هدفهم قدام عينيهم يواسيغا سيرينر شات غاريفور وهيدا امر كثير مهم يا احبه ور هواداتسيالين نباداغ استدزو تاكاوروتيان نباداغنر لان انه هدف المؤمن يكون هدف ملكوت الله شاروناك من بيتكونينغ مير شاهرين افيلي استدزو غومي مزي درواز انل نحن دائما لازم انه نركز على انه نعمل اراده الرب اكثر من مصلحتنا نحن كيتشاراج دغوتسيت كخوسي نيوتاغان نيوتي مشورتشا قبل شوي كنت عم بحكي مع الشباب عن موضوع مالي مادي يف يرغو اوريناكنر دي فور دير انزي هون اركيليتس فور يس نيوتاغان فوريفي هاتشوغوتيان ميتش متنم وعطيتهم مثالين عن كيف الرب منعني انا شخصيا عن اني ادخل باي شيء او بمشروعين او بموضوعين كان ممكن يكون فيه ربح مادي تيف زراكير يس استغزيتسي مير يغيغيتسي داراتسكي ميتش اوسكام تورس ومع انه انا طلعت بهالفكره ان كان بكنيستنا هون او بالخارج بايتس يا بايت بس ديري انزي يرغو باجين نيرو ميتشال اركيلتس متنل ولكن الرب منعني اني انا
فوت فيها بمحلين يف إن جزر ور يس إيران بستاهم إنك إم هوكاتوسة لأنه كان بده يعني إني أوثق فيه إنه هو اللي رح يعتني فيي هافاداتسيك إنزي أمر إير إنزي هوكالو بادراستاغاموتيون تسويتستالا أفيلي هارستوتيونر كان ورفي هارستوتيون وصدقوني وعده بأنه هو رح يعتني فيي هو غنى وثروة أكبر من أي ثروة تانية كيش مصوراغا مداز ممكن أنكين أنتين باتسادرم تزي خليني أفسر لكم إياه يعني أبعد من التفكير العادي مش كدازم Փամ որ գրնա վնաս հասցնել քու դրամիտ ինչքանալ որ ունիս دائماً بلاقي شيء ممكن يسبب أذى لأموالك قد ما يكون عندك منه բայց չեմ կդած նույնիսկ զգացումը որ գարենա վնաս հասցնել աստծո հովանավորության եւ հայթայթելուն ولكن ولا مره لقيت اي شيء ولا حتى شعور بيقدر انه يسبب اذى لعنايه الرب لنا անդիոքի եկեղեցին աստծո թակավորության նպատակը գուզեր դեսնել եւ ոչ թե իր անձնական հանգիստը եւ շահերը كنيسة انطاكيا كانت مركزه انها تشوف اهداف ملكوت الله عم يتحققوا ومش مصلحتها وارباحها الشخصيه شادان كان مارتيك եւ հավատացյալներ գեհեդեւին դարբեր ցայներու զգացումներու مرات كثير الناس والمؤمنين منهم بيتبعوا مشاعر مختلفه واصوات دارբեր պայմաններու մեջ դարբեր որոշումներու وبظروف مختلفه بيتبعوا قرارات مختلفه Աստված գանչած է իր ժողովուրդը, որպեսզի իրենց կյանքին բարձրագույն առաջնահերթությունը դերել։ Ամա Ալլահ դա'ա շա'բու թաթա աʿլա աուլավիյե բիհայաթուն իկուն հուվը ռաբ։ Շատ բաներ կրնան մեզի հանդիպիլ եւ մեզի ասել, որ այդ չէ իրականությունը։ Ուա ֆինան վաջիհ քտիր մն ալ ումուր լի ջարբ տանա անու մշ հայ հի ալ հաիկա։ Բայց մենք պետք է ադոր բռնված մնանք, եթե հավատքով գնայինք Աստծո։ Ուալակին նահնա լազմ նտմասսակ բիլ հաիկա, իզա կան ան ջադ աննա նզրտ իման բի ալլահ։ Երորդ գետ Անդիոքի եկեղեցիի մեջ հնկաբադիկ ծառայությունը հստակ գերևեր։ Նոթա տելտե հիե աննո բիկանիսե անտաքիա ալ խադամատ ալ խամսե կանտ բտզհար բի վուդուհ։ Կորձարակելոց 13:1-ի մեջ կտեսնենք կսե Անդիոքի եկեղեցիի մեջ մարգարեներ եւ ուսուցիչներ գային, ինչպես Բարնապասը եւ Շմավոնը, որ Նիգեր կոչվեր, Գիրենացի ու Գյոսը եւ Մանայենը, որ Հերոդես 4-րդ աբեդի սննդագիցներ يف صغوصة. بأعمال الرسل 13:1 بيقول وكان في أنطاكيا في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون برنابا وسمعان الذي يدعى نيجر ولوكيوس القيرواني ومناين الذي تربع مع هيرودس رئيس الربع وشاول ونين ماركارينر ونين أسوسيشنر فإذا كان عندهم أنبياء كان في عندهم معلمين أنونس ميتشين شادرون أمارغسيو ورفيرتش أراكيال غوتشفيتسان والبعض منهم بعدين منشوف أنه تسموا رسل Եվ հետևաբար կնկատենք, որ աջող էր Անդիոքի եկեղեցիի մեջ հնկաբադիկ ծառայությունը։ Ֆաբտելի մնշուֆ անու հալ խադամատ լ խամսա կանտ դայման բինումու բիկանիսա անտաքիա։ Կորձարակելոց 11:26-ի համաձայն անոնք շարունակ նոր աշակերտներ կբարձրացնեին։ Ու բհասաբ ամալ ռուսուլ 11:26 կանու դայման ամ բիշտղլու ալա անու իհդրու տալամիզ ջդադ։ Գսե ուր երկուկով լման դարիմը եղան այնտեղի եկեղեցիին հետ մեծ ստիվով ժողովրդի ուսուցանելով եւ առաջին անգամ այստեղ Անդիոքի մեջ էր որ Քրիստոսի հետեւորդները քրիստոնյա գոչվեցան فحدث انهما اجتمعا في الكنيسه سنه كامله وعلما جمعا غفيرا ودعي التلاميذ مسيحيين في انطاكيا اولا Կորձարակելոց 13:2-ին համաձայն وبحسب اعمال الرسل 13:2 եկեղեցին եւ համայնքին առաջնորդները բազմազգի էին, դարբեր ազգերը եկած էին։ كانوا قادة الكنيسة وقادة الجماعة تبع الكنيسة من شعوب مختلفة من خلفيات مختلفة. سولبوكين سيردرون هيك كاشخادر وچ مورتين كوينين هيك لانه الله كان او الروح القدس كان عم بيشتغل بالقلوب مش عم بيشتغل بلون البشره مينչև այն ադեմ որ սիրտը հիսուսի կպատկանի անիկա թակավորության զավակ է طالما انه هالقلب ملك للرب يسوع فاذا هو ابن بالملكوت هذا بار مينغ اسم داينوتيون بيتكي اونينانك ونحن لازم يكون عندنا هالعقليه
Ես առաջին անգամ որ Հայաստանի մեջ մեր եկեղեցին պիտի հաստատեինք Անա وقت اللي كنت بدي اسس كنيستنا بارمينيا لاول مره Առաջին առաջարկը որ հոն ըրի զսկուշ արևելահայ եւ արևմտահայ չխառնեք իրարու aber porzecek mederim lal اول تحذير كان قدمته انه انتبهوا ما تعملوا تفرقه بين ارمن الغرب وارمن الشرق بل جربوا انه تعملوا جسور ويكون في علاقات قريبه بين الاثنين مرويدف جلسي شادان كان مارتيكس منك ايسبس انك ايرنك ايتبسن لانه كنت بسمع الناس كثير اوقات بيحكوا انه نحن هيك وهن غير كيتشما داروريناك مرويدف نونيس هوستغينيرون ميتش داربيروتيون ليروت سورغا وهالشيء غريب كثير انه حتى باللي موجودين هون كمان الفرق كثير كبير ورمن تيف يروساليمي يغيغيتسين ايرغاركين بازماسكير ومع انه كنيسه اورشليم كمان كانت بتتضمن ناس من شعوب مختلفه بايتسانون داربير مشاغويتنيرو ميت تشين متنر ولكنهم ما كانوا منخرطين بثقافات مختلفه وروبيديف وروشات زين هوتاين انتين شيرتال لانه كانوا مقررين انه ما راح يطلعوا برات سبط يهوذا بس انتيوكيا يغيرتين ازكيرو ميت كريستوسي هيت هاشتوتشونا هاستنوغ يغيرتي ميغاف بينما كنيسه انطاكيا صارت مثال عن المصالحه اللي بتحدث بين الشعوب بالمسيح دار بير مشاغوتاين بادر كانتين انونغ وربسي مارتوتس هاستين كريستوس هرامتسنلو لانه كانوا عم بيهدموا كل حيطان اللي بتفصل بين الشعوب والثقافات من خلال بشارتهم بالمسيح اي سوري يغيرتين بيتكوني تيدوم نافور غيربوف ايت مشاغوتاين ودار بادر كانتلو واليوم الكنيسه لازم عن قصد تكون عم بتحطم هالجدران اللي بتفصل بين الشعوب. حسنلو داربير كويرو يف يخبارنرو ورون كباتكانين داربير مغارتاكنرو. ولازم تجرب انها توصل لأخوة وأخوات بينتموا لخلفيات ومستويات مختلفة. جوابورتين اف هواداتسيال نرو ميج ايت كان زورافور اوزوتيون لالوف هانترز كنقادنك شادانكام. مرات كثير منلاحظ انه بالرغم من وجود مسحة وقوة للروح القدس كثير ملموسة بين الناس اخكادا هاروستين شي خوسير بتلاقي انه الفقير ما بيقدر يحكي مع الغني انك زينك غنغادي ورينك هاروستين تشي غرنار خوسير بيعتبر حاله انه هو مش خرج انه يحكي مع الغني ايش بس غرنال لايت ميجا بس كيف هالشي ممكن يكون مقبول يرب كريستوسي هاروستوتيونكو ميتشت الله كورزون ինչպես գրնալ լալ այդ սկացումը դիրե վրա وقت اللي غنى المسيح بيكون فعال فيك كيف ممكن هالتفكير يكون متملك فيك այդ հարուստը իր ամբողջ հարստությամբ պետք ունի քո սիրտիդ մեջ գտնված քրիստոսի խոսքերուն لانه هالغني وبكل ثروته بحاجه لكلمه يسوع اللي مزروعه بقلبك իշեցեք այդ հարուստը ղազարոսին մադին զայրով գաթիլ մչուր գուզեր ابراهيم كير غنستات غزاروسن تذكروا الغني اللي كان بده انه لعازر يبلل له ريقه بطرف اصبعه هاي لعازر اللي كان قاعد بحضن ابراهيم نوين بس اي سور مير باراكان ونحن اليوم بنفس الحاله مارتيك كان ورونك يرنك داربير ماغارتاك تشويتش كودان يا وايت جيانكا غابرين في ناس بفرجوا مستوى معين بحياتهم وبيجربوا يعيشوا حسب هالمستوى بس انونك بيتكونين مير خوسكيرو بس هن بحاجه لكلامنا يشات ميزاهاروسنيرو هيت خوسازم انا حكي مع اشخاص اغنى الاغنياء ور هيسوسي ماسين خوسازادن اس يرنز اتشكيرن ارتسونك تشي جنار وقت اللي بحكيهم عن يسوع ما بتوقف الدموع من عينيهم هم تشير شارجر يرنز بس هيسوسي ماسين خوسيسنل لمان امبورتشوتيام كشارجي ويمكن ما بيكون في شيء بهزهم بس وقت اللي بتحكي معهم عن يسوع بينهزوا كلهم سوا هينغيرورد كيد النقطه الخامسه انديوكي يغيغيتين اراچنورتنيرون ماسناكيدوتيونا بازمازانر دا شادر دي ساغاورر الاختصاصات او اختصاصات القاده تبع كنيسه انطاكيا كانت متعدده ومتنوعه اوريناغيا مارغا غارزفي ور بارناباس ريل ستيتي كورزوف غسباغفر مثلا في اعتقاد انه برنابا كان بيشتغل بالعقارات بوغوس غرونագան առաջնորդեր ու بولոս կեն قائد ديني մանայեմ քաղաքագետեր ու մանայեմ կեն رجل سياسي եւ աստվածաշունչը մեզի գսորվեցնե والكتم قدس بيعلمنا թե մշակույթը կամ ազգը փոխելու համար
միայն ղեկավարով չի գդարվիր չամփոխչանար կորձը انه تغيير ثقافه معينه او تغيير شعب معين ما منه محصور بس بعمل القائد այսինքն միայն կրոնական ղեկավարի միջոցով այդ կորձը չամփոխչանար يعني منه محصور بس بعمل رجل الدين او قائد الديني ما بيكتمل العمل فيه բետկա որ փոլոր մարդիկ իրենց բարգևները ուր որ բաժինի մեջ որալ են իրենք في حاجة لأنه كل الناس كل واحد بمهابته بحسب وين هو موجود. أي دغين ماش إيران كصوت كورتيان نبادا جاكيدن مغفات زراين. يكون عم بيخدم هو من دفع من الهدف الملكوت. يتناين كصوت شنچي أسكير كرون يستريب أمتشونا. إذا طلعنا مثلا بقصص الكتاب المقدس بقصة أستير. نيامي أيبات متشونا. نحميا. يزراسي بات متشونا. عزرا. تانيالي بات متشونا. ودانيال. كده سنين عم نمك دار بير مصنكي دوتشون مونه. منشوف إنه كل واحد منهم كان اختصاصه مختلف. بس بولورا دروش هوكيوف قرصان هاتشوغوتيون بيرل يا جوغورتا زاداكري. ولكن كلهم قدروا إنه ينجحوا مع الرب ويصنعوا تحرير لشعبهم. هذا بابار يورا كانشور أنس يجريتيم ماتش أوغاجي أستودزمة غرقفات أنت بدك نقادين زين. فبالتالي كل شخص بالكنيسة لازم يعتبر حاله إنه هو مرسل من الله. وروي ده عن يوكي قريتي مج أم من دسك مارتكار. لأنه بكنيسة أنطاكيا كان في كل أنواع الناس. يبولورنال هاتشوغوتشون تسيرك بيرن. وكلهم كانوا عم بيختبروا نجاح. أنت يا لورا أصلاً إن زيجها شفر شيم كير مكاني هادير بس ما كذا قصير من يجريتي نرس بتكونين باستا بان نرو. من كم يوم كان أصدور عم بيذكر لي هيك بعض الأشخاص أو بعض الأمور اللي نحن بحاجة لها بالكنيسة وحدة منهم مثلاً اللي قالها إنه نحن بحاجة لمحاميين بالكنيسة. يشادن كم قصيور يردا سارتنر يرارمل السلوف بارزورن نوين كورزيرا قاشخادين. وأنا كنت دائماً أقول إنه مرات الشباب بيسمعوا من بعض وكلهم بيروحوا بيتخصصوا بنفس الاختصاصات. إيم بزديك داريكوف يغازادن اسمي تشافايريس ميتش يريك تشورس كورز غراي مرتادون كاشخادر. وأنا بأيامي وقت اللي كنت شاب أو كنت صغير كمان كان في كم مهنة والكل بيشتغلوا بهالمهن. أس يريك تشورسي ميتش غوشكا غرام باي مانغا. بهال ثلاث أربع مهن كان في مثلاً أكيد اللي بيشتغل الكندرجة. ميكانيسيان أم باي مانغا. الميكانيسيان. قال انزين غاوينادن وانا طلعت لي الحصه فيها يا واسونس ميكاني بانر وهيك كان في كم مهنه من هالنوع كوتسفاتس ميتشافايريرو ميتش مارتيك نور ايرنت سيركيرون اماتساين كورزر تشن ارنر فبهالمجتمعات المنغلقه بتلاقي الناس انه ما بياخذوا مبادره يشتغلوا باشياء بحسب مواهبهم من كان بس بتكت سكدينك ور مير انسر هاتشوغين هاسنيل امينا بارتسر استيتسوتشون بيرلو همار دار بير دغيرو ميج ولكن نحن لازم نسعى بانه نوصل لاعلى المناصب اعلى الاماكن حتى نصنع اكبر تاثير لملكوت الله منك يته شانك انينك سورفلو يف نباداغين هاسنلو اذا نحن سعينا بانه نتعلم ونوصل للهدف بيدي ورشات شو دوف هاسنينغ رح نوصل بسرعة من كدك مير شانكيرك كورزاتينغ دخرلو نحن عادة بنستخدم جهودنا للحزن تشلر سلو ولا نقول إنه مش ضابطة يا مير أرشيف كنت نواز أركل كي نيفتجوارو تشونيرا أنفانيلو ولا حتى نسمي الصعوبات والعوائق اللي منشوفها قدامنا أنا لما أرشينغ بارتسانر ولا هسبب ما نرتفع بدك ميرينغ نوتيان هما تساين مدادزين كيف خوسينغ ولكن نحن لازم نفكر ونحكي بحسب هويتنا الروحية أنديوكيا غيغيتسين هيت بسر هيك كان تكنيس أنطاكيا إنش كانال هرومايتسينير ميدز وزورافور إن شرشاني ميج وبغض النظر عن قديش الرومان كانوا كبار وأقوياء بالمنطقة فايتيرينغ أمن سيفوف إيرنس تيركيرا كورزازين أستاذو خوسك بيريلو أمر كانوا هن عم يستخدموا مناصبهم ومواقعهم بكل طريقة أو بكل وسيلة حتى يوصلوا كلمة الله فيتسيرورد كيت أنديوكي يجيغيتسين أستاذو نيرغايتشيان غابواتز يجيغيتسي منر النقطة السادسة هي أنه كنيسة أنطاكيا كانت كنيسة مرتبطة بحضور الله شارونا أستاذو كزارايين كانت دايما بخدمة الله شارونا أستاذو كزارايين كانوا دايما بخدمة الله أوكي
հոգին գրագը վարած էր իրենց մեջ։ Ռուհ ալ-Ղուդս, նար ռուհ ալ-Ղուդս կան չալայնե ֆիյուն։ Երբ 2006-ին 2008-ը դերը եկեղեցին կբարձրացներ, وقت اللي من سنة 2006 لل 2008 الرب كان عم بيرفع كان الكنيسة. Մենք ամեն օր աշտամուն կունենայինք, ամեն օր 5 ժամ ժամանակ կերտար այդ աշտամունքին։ نحن كان يكون عندنا كل يوم خدمة وبكل خدمة كنا نقضي 5 ساعات։ Ձարայողները գրագով վարած էին։ الخدام كانوا والعنين بالرب։ Դակավին վարժված չէին Սուրբ Հոգիով ապրելու։ وكانوا بعد مش معودين انه يعيشوا الحياة بالروح القدس اعتياديا։ Սուրբ Հոգին խնդերն էին։ فكانوا مجانين للروح։ Եվ հետևաբար գտեսնեիր, որ գրիվ գնային իրար ու հետ, որպեսի ծարայեն։ Ուլահ սաբաբ կնտ تشوفون انه بيتخانا او بيتسابقوا على الخدمه։ Ես իրար ու հետ գրվողներուն կփորձեի հասկացնել վնասչունի վաղակեզյալ ծարայելու արիդ գլա։ وقت اللي يتخانوا انا كنت جرب فسر لهم انه ما عليه ما تزعل بكره انت كمان بتجيك فرصه تخدم։ Ժամանակ մի հետ երբ հավատացյալները ցանկով սփաղվեցան, ամուսնացան, բզդիկ ունեցան, وبعد فتره وقت اللي هالخدام صاروا او المؤمنين صار انشغلوا بالامور الحياه تجوزوا صار عندهم اولاد եւ քիչ մնալ օծությունը բացեցավ այլևս մի ան օծության փորձառությունը մնաց ու خفت المسحه شوي بس صار في عندهم اختبار المسحه հիմա այլևս հագարակ դարձավ խնդիրը գփնդրես իրենց չես գտնել هلا صارت الامور بالعكس هلا صارت تفتش عليهم وما تلاقيهم قسيك وكم باتشيكار وبيقول لك جاي وما بيجي بيرتشيك هارسنس اورا يرتون خوستاتسار بيدي كاير وبتساله وين وينك مش وعدت انك بدك تجي كيزي فورف باتشار غداي بك هاموزفيس وبيعطيك اي عذر كان وانت لازم تقتنع فيه انديوكي يغيرتين شارونك نباداغين جترونացած գծարայեր աստծո քնիսեթ անտակիա կենե դեյման մրկզե ալա հադաֆ ալլահ ու ամ տխդմու ներգայիս հավատացյալները աստծո գուքան միշտ իրենց մտքի մեջ բամ ունին որ դեր իրենց պետք է դա واليوم المؤمنين بيجوا لعند الرب وهن دائما في عندهم شيء بيفكرون لازم الرب يعطيهم իրենց գետրոնացումը դիրոց ծարայել չէ նպատակին հասնել չէ իրենց պետքը առնել է ու تركيزهم مش انه بدهم يخدموا الرب ولا انه يوصلوا لاهدافه بل جايين بس تا ياخذوا حاجتهم يوانيغا لورج يساسيروتيونه بك չէ կորցածվի դիրոջet وهيدا حب للذات ومشكله كبيره ما لازم يكون موجود بخدمه الرب երբ ամբողջ սրդով ծարայել սորվինգ وقت اللي بنتعلم نخدم من كل قلبنا ديرنا المزي بدي زاراي اغنغال وازن انتين الرب هو رح يرجع يخدمنا اكثر ما نحن بنتوقع انديوكي يغيغيتسين كورزاراكيلوس 13 ميجي ميج لسيت ديرا ايرن غوغي غغرغي كورزيما كنيسة أنطاكيا بأعمال الرسل 13:1 سمعت الرب عم بيرسلها لعمل معين ներգա օրերու շատ մահվադացիալներ մի են գուզեն լսել բաներ որ իրենց պետքն է դերոճմեն واليوم في مؤمنين ما بدهم يسمعوا الا عن حاجتهم اللي هن طالبينها من الرب ժամանակ մնորություն գար ամերիկա երթալու كان في فترة صارت موضة انه الناس تروح على امريكا هوفيفنر եւ առաջնորդներ այսպես հայաստանեն հոսքե գլսեի որ դեր իրենց կգան չէ որ ամերիկա երթան وكنت اسمع من قادة ومن يعني رعاة كنايس ان كان هون بلبنان او ان كان بارمينيا انه الرب عم بيدعيهم حتى يروحوا على امريكا اور ماريتو موفيفنيروف هواكفازينك و ايسպես մի քանի հոգինորեն ադանք բատկամ ստացա ձեր դիրոճմեն وفي مرة كنا هيك مجتمعين كم راعي مع بعض وكم واحد منهم كان عم بيقول انه كمان هو الرب قال له يروح على امريكا بس يز غزارمانام انشو اصفاز امنون امريكا كغانشي ميغوم هندكستان شي غانشي رورينا قلت لهم انا بستغرب ليش الله عم يدعي الكل يروح على امريكا ما عم يدعي ولا واحد منكم يروح على الهند مثلا امريكان غغرغين اسين شي يرغينيرو هوستغن اوور بي جامبورت كسي دير انت امريكا غانشيت لانه من امريكا بيبعثوا مرسلين على كل هالبلاد وهون كل واحد بده يفل من البلد بيقول اه الرب دعيني على امريكا دير كيزينش كخوسي الرب شو عم بيقول لك كيزيت خوسينه غاچوغي روزاز كيزي اسل واشته كونكو وزازت كلسس وقت اللي بيحكيك بينجح انه يوصل لك رسالته شو هو بده منك او انت بتسمع شو انت بدك تسمع من كيدنك جاز جوغورتاين اساتسواتسك نحن بنعرف هالمقوله الشعبيه ما هي من شو باردو خوسه يس هاسكناليك سكيدم انت حكي من اليوم للصباح انا بعرف شو بدي افهم يف انا ليك سال كيدم وبعرف شو بدي اعمل بس انتم براوي بدي خصيص يعني انت رح تحكي على الفاضي هذا بار استدزو هيك نوين تسيفا تشلار ورتكرينغ فبالتالي ما فينا نستخدم هالطريقه مع الله انديوكي يغيغيتسين غرغوغ يغيغيتسي منر كنيسه انطاكيا كانت كنيسه مرسله
ինչ կորձ եւ ծառայություն ալ որ ունեին առաջնորդները շումա կենտ խադամատ ու աعمال للقاده ինչ կանալ բարձր թիրք ունենային բغض النظر عن كان قديش كانت مناصبهم عاليه անոնք միշտ արաքյալներուն գողմե հիմնված եկեղեցին սկսպունքները գբահեին كانوا دائما يحافظوا على المبادئ اللي اسسوها الرسل այսօր շատ անգամ կնկատես եկեղեցիներու մեջ երբ մեկը հաջողություն ունենա ինքզին կտեսնե մյուս հավատացյալներուն վրա واليوم بتلاحظ مرات كثير انه وقت اللي حدا بيلاقي نجاح معين بخدمته بالكنيسه ببلش يتكبر على الاخرين մեկը եթե ցիրկ ունի ծառայության ադեն կտեսնես մյուս քիչ ցիրկ ունեցողներուն վրա ինքը բոս է او اذا بتلاقي انه حدا عنده مواهب معينه بالخدمه بتلاقيه انه بيتامر على الاشخاص الثانيين اللي يمكن عندهم مواهب اقل منك يرغار ادن دارابيتسانغ ايسبانن مير باندين ميج ونحن عانينا من هالموضوع بفريق التسبيح تبعولنا لوقت طويل من شافور اي سوريا شاد وراخم وروفيديف هاميراشخن يرارو ايت هاماكورزاكسوتيون ونين لحد ما وصلنا اليوم وانا مبسوط كثير من فريق التسبيح عنا لانه صار في تناغم بيناتهم وتعاون Եվ հետևաբար բեք չէ որ մեր լավությունները ուրիշին դգարացնելու առիթ կամ միջոց լան։ Ֆաբտալի մալեզմ ալ-ումուր լմնիհա լի ֆինա տկուն սաբաբ թաթա նդաֆ ան խլի նաս լբաքին իհսու բդաֆուն։ Ներգայիս ղեկավարներուն մեծ մասը ղրգվելու փոխարեն իրենք իրենց կերտան։ بأيامنا العدد الأكبر من القادة بدل ما يكونوا مرسلين هن بروحه. قرناس لسال شادير قسندير ينزي غرقات باتيرين كيرنس كيرتان ويدا قزين يرتال وفي فيك تسمع البعض بيقولوا انه الرب ارسلني ولكن بيكونوا هن عم بيرسلوا حالهم لانه حابين يروحوا شادير قان ور قزين بانير انهل يوانور همار قخاختن يف قدردن يف قباجنن يقغيتسينر ومرات كثير في اشخاص بحبوا يعملوا خدمه معينه ولكن بسبب انانيتهم ممكن يسببوا انقسام بالكنيسه بناف دي روتشمن اراچنورت وات شانلر لانه ما بيكونوا منقادين من الرب ابدا اوتيرورت كيت النقطه الثامنه انديوكيا يغيغيتسين اوكنور يغيغيتسير كنيسه انطاكيا كانت كنيسه مساعده وريش يغيغيتسينيرو دواف اين ادين يرب انك نيغي ميتشر لانه اعطت قدمت للكنائس الاخرى وقت اللي هي كانت بدي كورز اراكيلوز 11:29 انغسه انديوكي هافاداتسيالنره وروشيتسين يوراكانچوري اير غاروغوتيان چاپوف اوكنوتيون غرغيل هرياستان بناغوغ يغبايرنيرون بأعمال الرسل 11:29 بيقول فحتم التلاميذ حسب ما تيسر لكل منهم أن يرسل كل واحد شيئا خدمة إلى الأخوة الساكنين في اليهودية. وروفيدف ديروتش إير هرابيروتشون إير ستاتسفاتس كان بارتسرر. لأنه علاقته مع الرب كانت أكبر بكثير من ممتلكاته. يرب إنك كيدير تصاف هالاتزانك تشارتشارانك. ولأنه كان فهمان ومختبر حاسس بوجع الاضطهاد والضيق. كيتصاف يف غرتصاف سرداغي تسلال ولهالسبب قدر انه يتعاطف مع الاخرين كوتوف غشارجر كان عم كانت هالكنيسه بتتحرك برأفه وريشنرون بيتكين همار تجاه حاجات الاخرين يف هدفا بارشات غاريفور سيرلينر ور منك از غدير نغادي ارنك ور بس هافاداتسيال ولهالسبب ضروري احبا نحن ننتبه لهالنقاط كمؤمنين Ես անցյալօրը նյութով մը գխոսեի մեր եղբայրներեն մեկուն հետ։ Անա մեն կամ յոմ կտ ամ բիհկի բի մովդու մայան մա վահդ մն իխվե։ Եվ իրեն գսեի օձության մեկ բահուն, որ ինք օձություն ուներ։ Ուա կընտ ամ բիլլո իննո բի լահզա մայանե վատ լհու կան ամ բի յշուր բիլ մսհա։ Իրեն գսեի գրնաս Երևա գայել, որ դերը ինչ փոխեց քեզի գուվրատ որ հիմա դու այսպես օծությունը սկաս كنت عم بقول له انه فيك تتخيل شو غير الرب فيك حتى انت هلا عم بتحس بهالمسحه որովհետև այդ օծությունը ինք ուներ արդեն لانه هالمسحه هو كان اصلا عنده اياها իրավունք ունալ ուներ وكان عنده الحق فيها بس գարկմս կսպունքներ գային որ պետք է մեջը շդգվեին ولكن كان في بعض المبادئ اللي كان لازم تتصحح بداخله հազիվ այդ վիճակը շդգվեցավ դերոջ հոգին աշխատելու սկսավ اول ما تصحح وضعه روح الرب بلش يشتغل فيه մենք որովհետև գիտենք որ Սուրբ Հոգին ներկայությունը հաջելի է եւ լավ է գուզենք ولانه نحن بنحب حضور الروح القدس وبنعرف انه هو حلو عشان هيك بنطلبه բայց եթե մենք գուզենք Սուրբ Հոգին աշխատի պետք է Քրիստոսի նմանությունը
նաև որդեգրենք։ Ուրեմն իզա բդն ռուհ ալ-ադուս իշտղալ ան ջադ լազմ կաման նտբն ալ-տաշաբբուհ բիռբ յասուա։ Եվ բիդի նկատենք որ Սուրբ Օքին փնավ բիդի չուշանա։ ولح نلاحظ ان الروح القدس بوقتها ما بيتاخر ابدا تشكنا يريفاغال سول بوكين انشبس غرنا اشخاديل تزمي يوراكان تشيرين ميج ما فيكم تتخيلوا كيف ممكن الروح القدس يشتغل بكل واحد منكم انش كان جانكير غرنا بوخيل تشير ميچوتسا وقديش بيقدر يغير بحياه الاخرين من خلالكم اس قدسنم هافاداتسيالنر تشانك كنن ور مارتيك ايرنس انتونين انا مرات بلاحظ المؤمنين بيسعوا بيجتهدوا حتى الاخرين يقبلون تشانك كنن ور مارتيك ايرنس ارجيفورن بيجتهدوا حتى الناس يعطوا ايمه ايوه انك ميجمو ارجيفورسنه لاف غسكا ايه اكيد حلو انه وقت اللي الاخر بيعطيك ايمه يس جنا خندريم ديرو تشارشي وارجيك سكيتنال يا مارتوتس ميتش سباسيل ور انزي ارجيفورن ولكن انا بفضل اني اعرف قيمتي قدام الرب ومش انتظر الناس تعطيني قيمه زارايتشون مغنم ور مارتوتس هاجيلي تشي انا بعمل خدمه يمكن ما بترضي الناس مش بس قرنا ما قنقالل ور مارتيك كوهناك اللان يف أرجي ورني مرات زرايت يونس ور يس لافس كم فكيف بدي أتوقع إنه الناس ترضى وتعطي قيمة لإلي ولخدمتي لحتى أنا انبسط بغص راك يلقس أرتار نيرون بارت صادروت يونا ديروش منه بولس الرسول بيقول إنه مكافأة الأبرار هي من الرب أنا رام أرسلينر منك ديروش أرتشيف جنانك ولها السبب خلينا يا حبا نحن نوقف قدام الرب يمر أنس جيشت وغوتيامب دانينغ وناخد أنفسنا بالاتجاه الصحيح سور بوكين غورت نمز والروح القدس بوقتها بيباركنا هيك مياسين بوتكي جنانغ خلينا نوقف سوا يا بامو مدازي تون اوفيس تون انش كرناس دالايس اشخاري وخد لحظة وفكر مين انت وشو قادر تقدم لهالعالم اي سور كو جيانكت اور تروازي واليوم حياتك وين موجودة ديرك يزي اور تروازي وين حاطك الرب يف تون هون هما إنش كنس وأنت شو عم تعمل هنيك؟ كتشورس كوم دوغا مين في حولك؟ كان يوكي أنونس مت جوخ بيدرتا كم واحد منهم رايح على جهنم؟ يف تون إنش بيدنس يرب أنون تجوخ كرتان يف تداستاني ورا ديرو تشارشيف جناس وأنت شو رح تعمل وقت اللي رح يروحوا هن على جهنم وأنت توقف قدام الرب إنها بيوم الدينونة؟ بعد أسخم بديداش شيء ديروش بدك تقدم جواب للرب ما هيك؟ كذي تجوخ بدي شيء غير قاعد يقعد هاستات أكيد ما رح يبعتك إلك كمان على جهنم هيدا أكيد. هتجلس مستأكزي كسم ور أيرات بايدي بس سيفيرس بيدلاس. بس أنا بأكد لك إنك أنت رح يسود وجهك مثل حطب محروقة. أموتو بدي مناس. رح تخجل. كون عدت داستاني باهن. على القليلة بلحظة الدينونة هاي. أنا رام رايسور كوتشورسكوم متناه. لهالسبب طلع حولك اليوم. أصوات كذي إنش راضي. شو عامل الرب بحياتك؟ أوفستون. مين أنت؟ إنش كرناز دال وشو قادر تقدم؟ اسكسي كوتشورس كومي دال بلش قدم للي حولك يتا كوتشورس كومي نرد جمرجين قام كيزي كسكاتسنين ورتونا اتميجا تشسك النارنل وإذا اللي حولك بيرفضوا بحسسوك انك انت مش قادر تعمل هالشي تون كريستوسوف تم تيرانونس أردا هيدوتيان انت قاوم كل تعابيرهم كل تصرفاتهم اسكي يرجو يريك داري أراج من كم سنة ميزا هاروستما شخص غني عنده ثراء كبير يمياسين نستاذين وكنا قاعدين مع بعض يمينك اسمس هيك ناغان فوجوف وهو هيك باسلوب ساخر يرك خوسينغ مريغيغيتين شينيلو ماسين وقت اللي كنا عم نحكي عن عمار وبناء كنيستنا صاف انش بس بدي شينك تو كات دغ يتتسيزي ميغا تشيكا تشوكني قال كيف رح تقدروا تبنوا هالمبنى اذا ما حدا ساعدكم انك كسباسر ور يسيرن تي ترنيغي بس ترسنم ور انكو اوكنتيون على شارجي وهو كان متوقع انه انا انفخ فيه حتى هو كمان يعرض مساعدة علينا ايرون اتزازين كاواتم شوروف قرنا امبوخت ميرشينك شينل وهو بكباية من اللي كباية طماي من اللي هو بيملكه بيقدر يبني لنا الكنيسة كلها هفاجان زوراور إير هيك نجان أرداه دتشونا. وتعبيره كان ساخر كتير. يس مين بورتسيت باون دي روش فستاهيل. وأنا بهيديك اللحظة بس ركزت إني أوضع ثقتي بالرب. يا بورتسيت يشيل دارين زين شو ساتة. وجربت أتذكر شو الرب كان قايل لي. هفارار أوجر ورير هيك نجان هوسانكين هارتساغومين يس هختم. لأنه كان هالشي كافي حتى أقدر أتغلب على السخرية اللي جاية منه. يرب أنصات داري منك بوريلوس كسانك. وقت اللي بالسنة الماضية بلشنا نحن بالحفر.
Արիտ ունեցա ընտրիկի մարիտին միասին նստած էինք صار مناسبه وكنت قعدت مع نفس هالشخص ب ընտրիկի մնստած էինք كنت قاعد بجلسه عشاء եւ ինքը անշուշտ Facebook-ին եւ չորս կողմերեն լուրեր արած էր որ մենք սկսանք շինարարության وهو هالشخص كان سمع من الفيسبوك ومن الاخبار حوله انه نحن بلشنا بالعمار ساويس չեմ հասկանար բայց ասիկա դյուրին բան չէ اللي انا ما بقدر افهم بس هيدا منه شيء هين از ժամանակին աս կորձը սկսիկ انه انتو تبلشوا هيك عمل بهالاوضاع استفاد سيزيدة اكيد الله معكم انك تريسوسين بتكوني وهو بحاجة للرب يسوع بايتس كيتساف ورا استفاد اسنيتين ميتشنة بس قدر يفهم انه الله حاطت ايده بهالموضوع تون دي روشموف زورا فورس انت قوي بالرب اي سور باشتامون كياد انجسر يس հավարարված եմ դերոճմով اليوم وقت التسبيح كان عم نرنم ونقول نحن عنا اكتفاء بالرب امين امين ոչ հավարդությամբ مش بتكبر بنقول هالشيء بس իրականությամբ ولكن هيدي الحقيقه هيك بابا մտածենք սիրելիներ մենք ով ենք خلينا ناخذ لحظه ونفكر نتذكر مين نحن يا احباب անգետ գրնակ մոդենալ արչեվ անոնք որոնք պապակի միասին գուզեմ աղոթենք ومن بعد الناس اللي بيحبوا يقربوا لقدام فينا فيوني يقربوا تنصلي مع بعض